سامحني، كنت عند أحفادي أحكي لهم قصة. طعام، جوعان أنا. ياه، لقد فرغ طعامك يا مسكين. لحسن الحظ لم يتعرف علينا البائع. انظر يا عصران، أليس هذا حصان القاضي؟ هذا الأثر غائر في الأرض، مما يدل على أن صاحبه يحمل شيئا ثقيلا. هنا يا سيدي أثر القدم الثانية. هيا اتبعاني إلى حيث ينتهي الأثر. من؟ مفتاح، كيف عرفت المكان؟ الناس في المدينة لا حديث لهم إلا عن حبس المجرمين الهاربين. الحمد لله رب العالمين. بقي أن تريحنا نحن أيضا وتكمل لنا تلك القصة العجيبة. لقد توقفنا عندما ألقى الرجل المدين بخشبة في النهر وقد وضع فيها الألف دينار. إنها الرياح القادمة من الشمال. ألا تحتاج إلى شراء خروف لطعام أسرتك في هذا الجو البارد؟ لا لا، ليس الآن، عندما يعود يورام بنقودي سوف أشتري منك. أتتصور حقا أن يورام سوف يعود لك بالنقود؟ تفاءل بالخير يا رجل، هذه نصيحتي لك. أهلا يا سيد يورام، تفضل بالركوب. أنت مرة ثانية يا سيد إليشع، هل أنت ذاهب إلى الجنوب؟ نعم، أين بضاعتكم الثقيلة؟ يبدو أن الرجل على حق، فلا توجد سفينة تقدر على الإبحار في هذه العاصفة. خشبة رائعة، سأشعل النار حتى تقطعها. ولماذا نذهب بعيدا؟ لقد كنا قبل أيام نشكو من الأزمة. القصة تعيد نفسها يا جدي. لقد حان موعد عودتنا يا أبي إلى قصر الخليفة.